في أرض الأهرامات والفراعنة العديد من الألغاز، على الرغم من إجراء الحفريات باستمرار في مصر، إلا أن العديد من الاكتشافات والآثار تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات. هذه إنفينيتي، اليوم ستتعرفون على الآثار في مصر والتي لا يزال العلماء لا يستطيعون شرحها. مومياء ملفوفة برسالة غامضة. بدأ التحنيط في مصر منذ حوالي 2800 قبل الميلاد. يواصل علماء الآثار العثور على مومياوات حتى يومنا هذا. بالطبع هذه النتائج لا يمكن أن تتم بدون الأسرار والألغاز. مثلاً في عام 1881 في الأقصر تم العثور على مومياء امرأة تصرخ، والمعروفة أيضاً باسم المومياء الصارخة. أثار ذلك على الفور اهتماماً بين المتخصصين، لأن الجسد كان في وضع غير معتاد بالنسبة لمومياء. ساقان متشابكتان، رأس مائل إلى اليمين، والفم مفتوح على مصراعيه. تشف أخيراً أن سبب الوفاة المفاجئ هو نوبة قلبية، وحنطت المرأة على وضعها. في عام 1848 باع صاحب متجر من الإسكندرية تابوتاً مع مومياء امرأة لميهاغلو باريج، الذي استخدمه كمعرض في منزله وعرضه على جميع القادمين. لم يكن لديه أي فكرة عن قيمة المومياء. كان التابوت معروضاً منذ عقود، لكن ذات يوم قرر الملك إزالة بعض الضمادات المهترئة. أزال شرائط الكتان ووضعها في علبة عرض منفصلة. عندها بدأ الجميع يقولون إن المومياء كانت ملفوفة في صفحات كتاب ولم تكن مكتوبة بالهيروغليفية المصرية. حتى عندما تمكن الخبراء من تجميع الأشرطة بالترتيب، لم يستطيعوا ترجمة النص المكتوب. أشار ما فهمه العلماء إلى ليبرلانتوس أو كتاب أغرام. بناء على التواريخ وأسماء الآلهة الموجودة في النص، يعتقد أن ليبر كان تقويما دينيا، لكن لماذا قاموا بلف جثة في هذه الصفحات؟ وكيف انتهى الأمر بالكتاب الأتروسكي على مومياء مصرية؟ قيل إن المتوفاة كانت من عائلة ثرية من الإتروكسان هربت إلى مصر وظلت هناك لبعض الوقت. من المحتمل أن هذا حدث فترة احتلال الرومان للأراضي الإتروسكية. كان هذا العرف السائد لدى الأثرياء الأجانب الذين ماتوا في مصر في ذلك الوقت، فقد تم تحنيط الشابة قبل دفنها. ويمكن تفسير أنها كانت ملفوفة في كتاب إتروسكان كجزء من عادة الدفن الإتروسكية. لكن المعضلة التي لم يجدوا لها حلاً، أين ولماذا حصل المحنطون على شرائط الكتان مع نص آخر للفها عندما أعدوا هذه المرأة لما بعد الحياة الدنيوية؟ تمثال ممنون الضخم. تمثال ممنون هو عبارة عن تمثالان عملاقان من الحجر في الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من مدينة الأقصر الحديثة، مصنوع من الكوارتز شديد التحمل، يصل ارتفاعهما إلى 18 مترا، ويزن كل تمثال 700 طن. وترتكز التماثيل على قاعدة كوارتز تزن 500 طن. هذه التماثيل التوأم اليوم مجرد أنقاض، لكنها كانت مثيرة للإعجاب قبل ما يقارب 3500 عام. في هذا الموقع كان يوجد معبد فخم للفرعون أمنحوتب الثالث من الأسرة 18. لسوء الحظ لم يصمد المعبد حتى الآن. لا يمكن الحكم على حجم البناء إلا من خلال التماثيل. بالنسبة لهم هناك افتراض بأن التماثيل كانت تصوره، لكن الزمن لا يترك شيئا على حاله، فقد تضررت الوجوه بشدة. لكن إذا كان التمثالان يصوران الحاكم المصري أمنحوتب الثالث، فلماذا سميت بتمثال ممنون الضخم؟ هذا الاسم يوناني، ظهر عندما وصل اليونانيون الأوائل إلى هنا. سألوا ما هي التماثيل فأجاب الأهالي: منا. كان هذا هو الاسم الذي يطلق على تماثيل الفراعنة الجالسين. لكن الإغريق لسبب ما بدأوا بربط هذه التماثيل بممنون ملك إثيوبيا. والشيء المثير للاهتمام هو أن الدراسات التي أجريت على هيكل حجر التماثيل أظهرت أن الكتل تم استخراجها إما من الجيزة أو من الجبل الأحمر، مما يعني أن الذين نقلوا الكتل كان عليهم قطع مسافة 700 كيلومتر تقريبا. كيف استطاعوا نقلها كل هذه المسافة؟ يجب أن تتحمل أجهزة النقل وزنا لا يقل عن 500 طن. ما الذي فشل العلماء في شرحه عن أرض الفراعنة؟ ترقب لمعرفة المزيد عن ضوء دندير الغامض والعيون الزجاجية للتماثيل المصرية والمتاهة التي لا تزال أسطورة في كل مصر. ضوء دندير.
ضوء دندرة هو أحد الزخارف في معبد حتحور في دندرة في مصر. يتم تطبيق الرسومات على جدران المستويات السفلية للمعبد، من الخارج تبدو مثل مصابيح التفريغ، لذلك فإن بعض الباحثين مقتنعون بأنها جهاز كهربائي به لمبة زجاجية تظهر على النقوش البارزة. هم يعتقدون أنه يتم تزويد الغرفة بإرشادات حول كيفية استخدام الجهاز، لأن كل المساحة الخالية مكتوبة بالهيروغليفية الصغيرة. يعتقد علماء الحضارة المصرية أنهم استخدموا المصابيح الكهربائية في أعماق الأرض لإضاءة الغرف التي لا يمكن لأشعة الشمس اختراقها. لكن هل هذا ممكن؟ اتضح أن قدماء المهندسين المصريين كانوا قادرين على إنتاج الكهرباء، وكان لديهم مصادر تيار عالي الجهد. على أي حال، هناك افتراض بأن المصريين القدماء لم يكتشفوا ظاهرة الكهرباء بأنفسهم، ويعتقد أنهم تعلموا ذلك من قبل ممثلي الحضارات الأخرى. استخدموا الطاقة الكهربائية، لكنهم لم يكونوا قادرين على إتقان المبادئ الحقيقية لعملها، لأن العلم كان في مستوى منخفض من التطور في ذلك الوقت. فسرت الأشياء المصورة بالنقوش البارزة على أنها مزيج من زهرة اللوتس والجيد، رمز الاستقرار الذي يرمز إليه بأذرع ممدودة، والثعبان الصاعد من اللوتس، والدلالة على الوفرة المرتبطة بفيضان النيل السنوي. عيون زجاجية باللورية. لغز آخر لم يتم حله هو عيون بعض التماثيل، أو بالأحرى سر صنعها من قطع صغيرة من الكريستال الصخري. توضع هذه العدسات عادة في تجاويف عيون التماثيل المصنوعة من الخشب أو الحجر الجيري. إنما يلفت الانتباه هو المهارة التي صنعت بها هذه العدسات، فجودتها عالية لدرجة أنها توحي بأنها أنشئت باستخدام آلة ومخارط متخصصة. ولعل أبرز مثال على ذلك هو تمثال الفرعون حور الأول. عيون فرعون حور الأول واقعية جدا، تبدو إما زرقاء أو رمادية دخانية حسب زاوية الإضاءة، كما أنهم يقلدون البنية الشعرية لشبكية العين. أظهرت دراسات أجراها البروفيسور جي إنك من جامعة كاليفورنيا بيركلي تشابها مذهلا بين هذه العدسات وشكل العين البشرية. يعتقد الباحث الأمريكي أن مصر وصلت إلى أعظم مهارة في معالجة العدسات. بعد ذلك تم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل أقل ثم نفدت. التفسير الوحيد أنهم حصلوا على نماذج العيون من مكان ما، لذلك عاشت التكنولوجيا، ولكن عندما نفدت الاحتياطات نفدت التكنولوجيا أيضا. بالمناسبة تم إدخال هذه العدسات في تجاويف عيون الحيوانات، وهذا مثال على وعاء تجميلي على شكل قطة. العدسات مصنوعة من الكريستال الصخري ومحاطة بالنحاس. المتاهة المصرية المفقودة. منذ 2500 عام أنشأ حكام مصر متاهة ضخمة كانت من حيث الحجم والعظمة أكبر من الأهرامات المصرية الشهيرة. كانت مكونة من طابقين وداخلها 3000 غرفة مختلفة، تم ربطها بمسارات متعرجة معقدة، من المستحيل إيجاد مخرج بدون دليل. كان هناك عدد كبير من الصور البارزة على الجدران. كان القبو بمثابة مقبرة للفراعنة، والسقف مصنوع من حجر عملاق واحد. تشير أوراق البرد القديمة إلى أنه تم كتابة ما يلي فوق المدخل المركزي للمتاهة: الجنون أو الموت هو ما يجده الضعيف أو الشرير هنا، فقط الأقوياء والصالحين يجدون الحياة والخلود هنا. لكن اليوم لم يبقى شيء من هذا المجمع المهيب على السطح. هناك أساطير فقط، وليس لدى العلماء أي طريق للعثور على آثار المتاهة الغامضة. الشيء الأكثر تشابهاً الذي وجده الباحثون هو هيكل حجري ضخم تحت السطح، والذي يمكن أن يكون قاعدة المتاهة. حدث الاكتشاف في عام 2008، ومع ذلك لم يتم البدء في التنقيب عما يمكن أن يكون أعظم العجائب الأثرية في مصر حتى يومنا هذا. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات عن الآثار التي أثارت إعجابك. شكراً للمشاهدة، وأراكم لاحقاً.